هذه حلقة جديدة من أراء. أرحب بكم مشاهدينا. الملف الذي تحول إلى مطية للاستعمار. أتحدث عن قضية الهجرة التي طال أمدها وزادت وتيرتها في ظل فوضى السلاح والميليشيات المتاجرين بقوارب الموت في مدن غرب البلاد. إيطاليا دائمة الحضور في هذه القضية. تخرج وزيرة دفاعها بتصريحات مستفزة لإحدى الصحف، بينت نوايا والتسابق على الكعكة الليبية. إلى متى يظل هذا الملف؟ وهل العقوبات الدولية الأخيرة على أمراء الميليشيات المتورطة في جريمة الهجرة غير الشرعية قد تسهم في إضعاف تدفق سيل المهاجرين؟ أم أن لأوروبا خطوات جديدة تمس بالسيادة الليبية؟ ولا ننسى التذكير ببيان القيادة العامة التحذيري في هذا الخصوص. بإمكانكم النقاش معي على الأرقام الظاهرة الآن بجانبي والتفاعل على البث الحي والمباشر على صفحة ليبيا الحدث على موقع الفيسبوك. الحديث عن محورين، المحور إيطاليا ومحور أزمة المهاجرين وما يتضمنه هذا المحور من تدخل سيطرة الميليشيات على الغرب الليبي واستحواذ هذه الميليشيات على مواقع لتصدير الهجرة، أي هؤلاء المتاجرين بالهجرة، متاجرين بالسيادة الليبية، من ورطوا ليبيا في سيل من المهاجرين غير الشرعيين وأدخلونا في يتون أطماع أوروبية. جعلت من هذا الملف يعني طمع في التدخل في ليبيا وفي ترابها. أخيرا عندما تحذر القيادة العامة معناها في شيء. لما خرجت القيادة العامة فور إعلان انتصارها في درنا تحدثت عن أن هناك أطماع لدول في إنشاء مواقع عسكرية في الجنوب الليبي، وهنا تحذر القيادة بأن هذا الشأن يمس بالقيادة، يمس بالتراب الليبي ويمس بالسيادة الليبية. الحديث عن أزمة الهجرة وأطماع إيطاليا في ليبيا. أطماع إيطاليا دائما متجذرة، تعتبر إيطاليا أن ليبيا ما زالت شطها الرابع، تعتبر إيطاليا بأن ليبيا عبارة عن مستعمرة، عبارة عن تابعة للجمهورية الإيطالية. حتى في دبلوماسيتها، تحركاتها السياسية
بدءا من الحوار أو ما يعرف بالحوار السياسي في الصخيرات وصولا إلى دخول السراج عبر ما قيل بأنها فرقاطة إيطالية أو تحت حراسة إيطالية أدخلوه إلى بوستة، ومن بعدها أصبح السراج تحت جلباب الحكومة الإيطالية وأصبح يتحرك أو يحج كل شهر عند مرة أو مرتين يذهب إلى إيطاليا سرا وعلانية لتقديم الولاء والطاعة أو تقديم ما تحتاجه الحكومة الإيطالية. تم تمرير ما تعرف بمعاهدة أو اتفاقية مع الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة وإلغاء الاتفاق السابق بان النظام السابق في 2008 اتفاقية ليبيا مع اتفاقية القذافي مع برلسكوني في فترة سابقة، إذن التي ضمنت صراحة حقوق الشعب الليبي. الحديث اليوم عن مواقع كثيرة يسيطر عليها الميليشيات المتطرفة، الميليشيات الجهوية، الميليشيات القذرة اللي حولت تراب ليبيا إلى عبارة عن أبواب لاجتياح كامل للبشرة السمراء أو لمن هم للجنسيات الأفريقية حتى يجتازوا الحدود الجغرافية الليبية إلى المياه الإقليمية إلى المياه الدولية وصولا إلى شط روما. اليوم هذه الأزمة في منظور المواطن الليبي، من قادر على الحد فيها أو من قادر على يعني وضعها في الإطار الحقيقي، خصوصا بأن لدينا جيش ولدينا منافسين، لدينا ما يعرف بالسراج قال بأنه هو قائد أعلى للجيش، أين هو في ظل هذا الاجتياح الكبير وفي ظل تغول الميليشيات على التراب الليبي وعلى يعني جعلت هذه الميليشيات من ليبيا بوابة لهذا هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين حتى تأتي إيطاليا بأطماعها مجددا في التراب الليبي كاستعمار جديد. أبدأ التفاعل معكم، هذا بإمكانكم النقاش على لينك ليبيا الحدث أو عبر البث الحي والمباشر. سأبدأ بقراءة تعليقاتكم تباعا مع اتصالاتكم، وأبدأ من طرابلس وأيضا من صبراتة مع فاطمة من طرابلس وبالقاسم من صبراتة. فاطمة، الأطماع الإيطالية معروفة، الميليشيات الآن في طرابلس، ما موقف السراج منها؟ هل برأيك يداهن المجلس الرئاسي وما يعرف بحرس رئاسي وغيره هذه الميليشيات حتى تزيد من وجودها وبالتالي يزيد وصول الهجرة أو المهاجرين غير الشرعيين لمواقعها ومن ثم يتم الزج بهم في قوارب الموت؟ السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام. اول شيء استاذ احمد تحيه ليك ولقناه الحدث. نعم. ثانيا استاذ احمد انت تقول لنا السراج. السراج هذا جابته ايطاليا، اول شيء من جابته ايطاليا. فبالطبيعي يبي ايطاليا تتمكن في ليبيا، لكن اللي نقول له يا سراج يلي جيت على الفرقاطه الايطاليه هيهات وهذا بعدك، ومستحيل ليبيا تكون يعني افكار الاستعمار زمان. لا، في تريسي استاذ احمد، في رجاله، في ضباط في طرابلس، وفي ضباط في الشرق، في ضباط في الجنوب، وعندنا مشير وعندنا جيش، عندنا مشير خليفه حفتر عاملين عليه بصراحه يا استاذ احمد. راه احنا في طرابلس انا الحاله ماساويه، وردوا يقصوا لنا، رجعوا بقصال الضيب بالعشر ساعات بالكناسه بالخبزه، بس انا بنقول لهم تقصوا الضي، تقصوا الخبزة، تقصوا علينا إن شاء الله، تقصوا حتى الهواء. إحنا ليبيين مع الجيش الليبي، فهمناكم، عرفنا مخططاتكم، وأنا نقول لك يا إيطاليا ويا سفير إيطاليا، أنتوا شكلكم ما خذيتوش درس من 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 جدي عمر المختار، لكن جاكم عمر المختار ثاني حتاخذوا منا نفس الدرس. يا استاذ احمد، وانا على الليبيين، انا اسفي على الليبيين اللي يجيبوا في الهجره غير الشرعيه والميليشيات. انا حديثي حتى عن الميليشيات اللي الان مسيطره على هذه الخريطه، كانت تشوفيها معايا يا فاطمه، الميليشيات مسيطرة على هذه المواقع، يعني كل هذه المواقع هي تحت سيطرة الميليشيات، وكل هذه المواقع تصدر الهجرة غير الشرعية بدءا من زوارة وصولا إلى زليتن. صح. نعم صح
استاذ احمد من زواره من الجنوب، بس انا نقول لهم الليبيين هذيم ليبيين مش ليبيين اول شيء، لانهم مش وطنيين. معقوله تبيع بلادك براس افريقي بألف دينار؟ وطنك يا اخي يا راجل، وطنك تبيعه بألف دينار وتجيب افريقي وتوطنه في بلادك؟ ما انتم ليبيين يا استاذ احمد، هذه مش ليبيين، هذه يبوا المال. لكن انا نقول لهم حاجه واحده بس، والله لو تجمعوا مليارات الدنيا باهي، والله انكم لميتون، انكم لميتون. طيب. وليبيا باقيه، أكيد. الشعب الليبي باقي، والجيش الليبي بقياده المشير حفتر باقي، وحننتقم منكم كلكم يا ميليشيات طرابلس، يا ايتم التاجوري، ويا كارا، ويا هاشم بشر، ويا عبد الرحمن السويحلي، ويا طفل المعجزه. طيب شكرا يا فاطمة. أنتقل إلى بلقاسم من صبرتة، علك لديك تعليق أو رؤية حول الهجرة وسيل الهجرة بلقاسم، خصوصا بأن منطقة صبرتة تحديدا متضررة من هذا الاجتياح الكبير للمهاجرين. بلقاسم من صبرتة إذا أنت معي في الاستماع. بلقاسم، طيب هذه المواقع طبعا زليتن، مع احترامنا وتقديرنا طبعا للمدن الليبية، هنا لا أتحدث عن مدن أو مشاركة المدن ككيان أو كمواطنين، أتحدث عن من يسيطر على هذه المدن الليبية. عندنا زليتن، عندنا الخمس والقربولي وتاجورة، وطبعا طرابلس طبيعة الحال، صبراتة إلى زوارة، كل هذه المواقع، هذه النقاط التي يتم من خلالها يعني استعمالها كمنافذ للهجرة غير الشرعية. هؤلاء، هذه المواقع اللي تشوفوا فيهن الآن على هذه الخريطة، هذا المثلث أو هذا الربع أو هذا الجزء من التراب الليبي. ليش؟ ترى قولوا لي ليش؟ لأنهم مسيطرين عليه ميليشيا فقط. لكن لما تشوفوا المواقع الأخرى في شرق ليبيا وسط ليبيا، بصراحة يعني أبدأ من سرت إلى غاد، ما فيش يعني، مش حتلقى كثرة الوجود. طبعا بسبب قرب طبعا هذه المنطقة من إيطاليا وغيره، ومعروفة طبعا ما زالت هذه المنطقة، علاوة على تهريب الميليشيات للمهاجرين غير الشرعيين، الحديث حتى على تهريب الوقود، تهريب السلع التموينية، تهريب كل شيء يتم تهريبه. لكن هذه حلقة أخرى حنفتحوها بما يخص تهريب المحروقات من خلال ذات المواقع. لكن هذه المنطقة تحديدا، أليس موجود فيها السراج؟ أليس السراج هو وحرسه الرئاسي موجودين في هذه المنطقة؟ لماذا لم نرى أي من هذه الميليشيات اللي هي تحت، أو سموها القوة اللي تحت السراج، أن تعمل على محاولة تخفيف حتى تواجد هذه الميليشيات؟ قالوا بأن هناك اتفاقية بين البحرية الليبية وبين للتقليل من هذه الهجرة، وما صار شيء. والآن هناك أطماع بأن تدخل إيطاليا في أن تنشئ لنا مواقع عسكرية أو غيره، ونفت بشكل دبلوماسي أو بشكل سياسي، لكن القيادة العامة لا تقول شيء إلا وهي تعي ذلك. ونتحدث عن بيان مهم للقيادة العامة حول التحذير من إنشاء أي موقع عسكري لاستعمار ليبيا أو لعودة الاستعمار أو غيره، كمطية للملف الهجرة غير الشرعية. عمر من جدابية، إليك التعليق الآن، وأصحب معك بشير من ودان. إليك تعليق عمر. شكرا يا أحمد. نعم، أهلا بك يا أحمد. أول بداية جاية تطريات جو، وين جو نزلوا في مصراتة، صح ولا لا يا أحمد؟ الدليل هذا دليل في طرابلس، هي كذوبة وهي لعبة، هي في طرابلس دليلها المصاريت، الموضوع هذا كله راهو دليلها المصاريت. لكن في طرابلس تاريخيا بدل، خلينا من الامور طرابلس، ميليشيات المصراتية والطرابلسية تدري عن الغرب كله، ليش نسموا فين بالمناطق؟ ليش الشرق ما فيش هجرة يا أحمد؟ ليش يا 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 عمر، ليش نسموا نعم بالمنطقة؟ ليش ما نقولوش هذه الميليشيات تتبع لتيارات معينة؟ تتبع، عارفينها تتبع لتيارات معينة، عارفينها نحن، عارفين كل حاجة اللي بيصير شيء يا أحمد، عارفين كل حاجة، راهو كل حاجة باينة في ليبيا تو واضحة. نحن المشير أعطاهم الانذار تو وحذرهم، باين لكن راهو في قريب، تو قريب يا أحمد بعد
الاصليات وقاعد الخبر هذا كله راهو دفانقي دفانقي شي يوم راهو شي يوم ينوض في الصبح يقول الموضوع كله تام هاو انا نقولها لك توا ينوض في الصبح يلقى الموضوع كله تام لا طبيان لا مصاريك لا دفانقي كله وبعدين نقول لك حاجه يا احمد راهو 12 ألف اللي دفناها تحت التراب اقسم بالله ما انا ناسينهم طيب من نقطة من نقطة القوة من نقطة الدفريان ومن المصاريك كلهم نعم. تعليقك حول طيب تعليقك حول رد فعل القيادة البيان اللي صدر من القيادة العامة كيف تعلق عليه؟ ترى اسمع الصقر وين يحط يا احمد يحط في العدالي يا راجل الصقر راه وين يحط في العدالي الراجل حذرهم واعطاهم منطق واسلوب وكيف يبوا هم راه واتين احنا يا احمد واتين وجاهزين لكل حاجه ماش فيه كذا بابا وتضل كله دفانقي العاصمه جاعت والناس جاعت ليش الشرق الليبي يا احمد ما فيش ميليشيات ليش ما فيش هجره ليش ترى وريني لان خلاص احنا السيطر كل الجيش سيطر وبعدين راه وضع تحرير دارنا على انظار لهم هم ما يفهموش راه مصراته وطرابلس ما فيهاش حقف وما فيها شيء راه كله مدادي راه طيب شكرا انتقل الى بشير من ودان اشكرك من جدابيا سريعا الى بشير حاج بشير اهلا يا حاج نعم تفضل هي تنيكون الجماعه اللي معكم نعم اهلا بك يا اخوي احمد الاخوان المصريين يقولوا حلم الجعان عيش حلم الجعان عيش وإحنا نقول مطمئن إذا كانكم ما قرأتوش التاريخ وعرفتوا أن الشعب الليبي حاجتين مستحيل يفرطوين الأرض والأرض فعليكم بقرات مذكرات الجنسياني حتى تعرفوا من هو الشعب الليبي أما اختيارهم إلى ميليشيات معينة وفي مناطق معينة هي محاولة لاستفزاز الشعب وترقيعه ولكن الآن جاء الشيء الذي سيضعهم في المحال وهو تحويل النفط من مؤسسة تنعمة في طرابلس إلى المؤسسة الشرعية في البيضاء هنا سيبان كل الحل على ما هو فيه لأن هذه الميليشيات لقد جاعت الآن كلمك يا أخوي أحمد والله الآن جوعة لأن خطر ماي تركيا يلا تعاني مشاكلها فالطيام يحاولوا كيف يمسكوا بهذه الشعرة ولكن على الجيش أن نخل أموال الشعب الليبي ورفعها إلى المكان الطبيعي وهو البيضة تلك الحكومة التي اختارها الشعب من خلال مجلس النواب المنتخب ونقول للطليان راهو الجيش مش مروحه راهو الجيش وراء شعب وراء ارض تتكلم عربي تتكلم تباوي تتكلم امازيغي تتكلم تاريخي هذه الارض مثل من الليبيين وهؤلاء الميليشيات تنتهون تبدأون الحرب ببعضهم بعدما يجوعون لان الكلب حشاك حشاك المسلمين اذا جاع يولي على صعبه هذه الميليشيات تفوتون عليهم صح للمشير في القرارين قرار نقل المؤسسة وقرار التحدي للغرب إذا دخلوا الأرض الليبية وهنا نقول له سلام وضعي لك أيها الزعيم وأيها الجيش واحترامي لك لكل الشعب الليبي والجيش الليبي وبارك الله فيك أخوي أحمد شكرا الحاج بشير سريعا إلى بنغازي الآن محمد أهلا يا محمد يمسيك الله بالخير أستاذ أحمد بيك. أهلا بك 30/3 في 2016 دخل علينا كرزاي ليبيا السراج ومعه البيادق الستة على علي على متن فرقاطة إيطالية السلع صاحب ثمنه باولو سيرا غريسياني الحاكم العسكري لطرابلس للاسف الشديد عطيتهم للدباش 5 مليون دولار معايا استاذ احمد في الاستماع نعم 5 مليون دولار من اجل قالوا مكافحه الهجره غير شرعيه والمشكله المسلسل كله ممنهج ومبرمج ما فيش اتفاقيه ما بينه بين ليبيا والغرب او حوض او دول الحوض البحر الابيض المتوسط حتى في النظام السابق لمكافحه الهجره غير الشرعيه. هذه حاجه. في 2008 استاذ احمد نرجع لك. باهي في النظام الاول. كلموا عليها القياده الليبيه الاولى.
فقالوا لهم عندكم ازدواء خل عندنا، احنا عندنا مياه اقليميه، اما المال ما نحن ما تتصرفوش عليه، اللي تو قاعدين الطليان هذوما مع احترامي لك وللمجتمع حمير اوروبا واحقر استعمار في العالم، اللي ما فيش وراه الا جهل والتخلف، يعني قعدوا في ليبيا يا ريت حتى طوروا الشعب، لا ابدا هذه حاجه، يعني بيشتغلوا باستثمارات ليبيا. يا استاذ احمد ايطاليا تسعى لان هي ما زالت حلم ليبيا، هي الشاطئ الرابع لها ما زالت تحلم. وحتى تصريحات وزيرة الدفاع يا محمد، عن طريق اتفاقية ريش لوجان، وزيرة الدفاع الإيطالية تحدثت بأن أو أرسلت رسالة من خلال تصريح صحفي أن القيادة في ليبيا هي لإيطاليا وليست لفرنسا، فهذا التسابق ويعني وكأن إيطاليا كشرت عن أنيابها بأنها هي من تريد أن تستحوذ على التراب الليبي بحجة هذه المشكلة، مشكلة الهجرة، برغم أن القيادة العامة أعلنت في الكثير من المرات أنها تمتلك مشروع قومي كبير جدا وأنها تستطيع الحد من هذه الكميات كبيرة من الهجرة فور يعني تجهيزها أو دعمها من قبل الولايات المتحدة أو من المجتمع الدولي بشكل عام، لكن تجاهل المجتمع الدولي هذا الأمر ودعموا السراج، والسراج وميليشياته هم من يصدروا الهجرة غير الشرعية، يعني كل من هم موجودين مسيطرين، كل من يسيطر يا محمد على هذه الرقعة الجغرافية من ليبيا كلهم تحت من المفترض تحت عباءة السراج، يعني تحت حكومة الوفاق. استاذ احمد الطليان ما زالوا احنا بين الشاطئ الرابع، وما زالوا يناوموا فينا في العسل ان المواطن الليبي مواطن ايطالي من الدرجه الرابعه. يا استاذ احمد اذا كان هم يفكروا بيديروا معتقلات بان تاريخهم السيء في ليبيا بخمس معتقلات، البريكو والعقيل وسلوك والمقرون والبريكا، الخمس معتقلات هذينا يبوا يعني بيحطوا لك من ذوي البشره السوداء اللي هم من اقصى افريقيا من شمالها من جنوبها من غربها بيطلبوهم لك، يعني بحجه انهم يدوروا في 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 يعني في مثال للرجل بتاعهم، وهذا ما يسعوا له عن طريق المستشفى الميداني للاسف الشديد اللي طب في مصراتة. طيب. هذه حاجه، وجابوها منا في الجفره قبل ما ياخذها ابطال الجيش الليبي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتضحيات الشباب بتوجيهات القياده العامه. كانوا الطليان في الجفره وحاليا موجودين غادي. الدليل ايوب قاسم يقول هم ما جينا عبارة عن يسيموا في 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 قطع ايطاليه. سدح تحقيق البحريه الليبيه تسليح شرقي روسي مش تسليح غربي. عندنا صح كم زورق فرنسي، لكن طليان ما عندناش. يا استاذ احمد ما يكذبش علينا ايوب قاسم، ما ينومش الشعب الليبي في العسل. يا استاذ احمد ايطاليا احتفلت باحتفال، ايطاليا احتفلاتها في طرابلس من الدليفات كان تعلم. صحيح، رفعوا العلم وداروا برنامجهم بالكامل، صحيح، وكأنها قاعدة إيطالية فعلا، وقادتهم العسكريين كل مرة يجون في مرة في مصراتة ومرة قاعدين في بوستة في طرابلس، وآخرها موقف نجل موقف أهل غات الطيبين، أهل الجنوب اللي برغم قساوة العيش اللي هم قاعدين فيها والله نوجه لهم تحية وتقدير، لأن كان عندهم موقف رجولي، تعلم القيادة جيدا ويعرفوه الشرفاء الليبيين من حد ليبيا لحد، صوتكم مسموع واستمروا في الغرب الليبي والشرق والشمال والجنوب. إلى تفاعلكم، ولكن نسمع بالقاسم الآن من صبراتة. أهلا يا بالقاسم. مرحبا أستاذ أحمد. أنتم في صبراتة عندكم مشكلة من ناحية موقعكم كمتضررين من هذه القضية، تفضل إليك التعليق. والله تقدر تقول يا أستاذ أحمد هي حد منها طبعا قلة الهجرة غير الشرعية بالنسبة للأفارقة. لا كل يوم قاعدين بالعشرات الالوف يا فتح، كل يوم نسمع بحالات يعني ما قدروش يحدون، حتى قد يكون دي من مسارات ثانيه ممكن تتجه لامواج البحر، تتجه الى صبراتة وتسجل على صبراتة، ولكن صبراتة قلت يعني ما نقدرش نقول لك لكن قلت يعني. نعم، طيب تعليقك حول ما يحدث الان. ما يحدث الان بالنسبه لايطاليا طبعا هذه من المستحيلات السبعه، لان عمر المختار عقب احفاد والاحفاد هذا لن تبقى للطليان موطن قدم في ليبيا باذن الله، ورثنا جيل ورا جيل ورا جيل، والليبيين معروف تاريخهم في الجهاد والنضال، وما فيش حد يعني تخفى عليه خافي ان الليبيين قدموا تضحيات الجسام.
ولا زالوا يقدمونها وينظروا الليبيون والعالم ماذا يحدث اليوم في ليبيا. وتعليقك حول موقف القيادة الأخير، البيان الأخير للقيادة العامة حول هذه المشكلة تحديدا. معروف بيان القيادة أن تتزلزل الأرض تحت أقدام الطغيان مهما كلف الثمن الليبيين من تضحيات. طيب شكرا، أنتقل إلى فتحي من طلميثة. إليك تعليق فتحي. مرحبا أخوي أحمد. أهلا بك، تفضل. يا أخوي أحمد، طبعا بالنسبة للسراج هو عبارة عن كفر، بس عليا يحركوا فيه الطغيان، وطبعا السراج هو اللي يقعد في المشيات باش يهربوا الهجرة الشرعية، مفتعل العملية كلها مفتعلة، كيف يا أخوي أحمد؟ نعم. القصة كلها مفتعلة من السراج، يعني السراج يدعم الميليشيات اللي في على الحدود الغربيه، يدعم فيهم على سبيل حجه يديرهم عليه باش دخول القوات الايطاليه باش يديروا قاعده في الجنوب ولا في هذا الموضوع اللي خير منا على كيفه. نعم. حجه، يعني اتخاذ ازمه الهجره غير الشرعيه كحجه لمحاوله ان تكون هناك سيطرة إيطالية على مواقع كثيرة في ليبيا أو مواقع مهمة يمكن القول. روز المصراتي تدعو بالحفظ للجيش والنصر. محمود، عليكم أن تجدون حل سريع للهجرة غير الشرعية، هي مشكلة تعتبر يعني قديمة متجددة. محمود، يعني أعطونا باقي التعليق، يعني هذه المشكلة يعني مهمة ويعني تحتاج شغل كبير. حسين آدم الدرسي، الجيش هو الوحيد الذي يقضي على الفساد وعلى الدواعش وعلى الهجرة، يعني بالليبي ما فيش جيش ما فيش استقرار أبدا. طبعا ماريا، ربي يحفظك، شكرا ويحفظ القناة، أشكرك. أمجد، أنا محمد من درنا، قول سريعا إلى محمد من درنا. طيب شكرا، تحياتي لك يا محمد. محمد صالح جويدة، الشعب الليبي صبر كثيرا وسوف تكون له الكلمة في حينها، الصمت لن يدوم. بروف يقول الجيش فقط أو الجيش وبس. عبد الواحد قطيشي، يا جماعة شوفوا لي اتصال آخر يا شباب حتى نشوفكم مع التعليقات. عبد الواحد قطيشي، يا جماعة بعد يعني قاعدين الخونة والآن همهم جيوبهم، أما ليبيا بايعينها لإيطاليا. ياسمين تقول هؤلاء هم خونة يلعبون بأموال ليبيا وميليشيات الرئاسي باسم السراج، هم أساس الخراب والهجرة غير الشرعية، فالحل هو الجيش الليبي وربي يحفظهم وينصرهم. إذا كان في تعليقات رقي شوية. بشكل عام هذا يعني تفاعلكم، أعطوني فقط تعليقات. سالم، ما فيش حاجة اسمها السراج، يعني السراج وطني واضح ومعروف من أفعاله وربي ينصر الجيش. أمين من طبرق، تحية للجيش الليبي التاسع فخر العرب والمسلمين. يا أحمد تحك في تعليقاتي، حييناك يا حمادي من أمجد من درنا، شكرا على تفاعلك. أبو حسين المنصور، اللهم أنصر الجيش الليبي. سبتيموس سيفيروس، يعني أقسموا البلاد أو قسموا البلاد وخلاص، أنتم أصبح امتدادكم يا أهل الشرق لمصر أكثر من امتدادكم. تحك فيها نحكي مصري زيك، مش هيك التفاعل. امتدادنا لمصر وأنتم امتدادكم لتونس ومش عارف، هكذا لن تبنوا وطن، هكذا لا يبنى وطن. يعني حاول انك انت سبتيموس سيفيروس تكون عندك، حط عقلك في راسك، وامارات ما امارات ومش عارف ما والنفط في مصر ومش عارف. هذه الهرطقات حاول انك انت تتجاوزها، لان هذه اضحوكه انت، حتى تهيلي يضحكوا علي قاعدين في البث الحي، لان ما فيش عقل يستوعب. عبد الرازق محمد العوكلي، حمادي امجد تواصل معهم عبر الفايو، شكرا لك. بروف، لو يبوا يفتكوا من الهجرة لإيطاليا، إيطاليا الحل الوحيد، الجيش الليبي هو يقضي على الهجرة وأمن المواطن وأمن يؤمن البلاد. عزيز النفس، قل لإيطاليا أن عدتم عدنا. رمضان المنفي، يا أخوي أحمد صدقني الميليشيات والإخوان مستفيدين من الفوضى طبعا في الغرب الليبي بالخصوص، وذلك لجلب الطليان إلى ليبيا. ما هذه هي القضية رمضان، إن أصبحت قضية الهجرة يعني مطية للاستعمار أو لعودة المخالب الاستعمار مجددا. رجب السليني، نحن قوم نجيد اللعب على حافة الهاوية، وإن سقطنا نسقط فوق جثث أعدائنا شهداء، شكرا على تعليقك.
هاتيف تدعو بالنصر بطبيعة الحال للجيش الليبي، وألف تحية لأهل الجنوب الداعمين للجيش الوطني. أم علي من بنغازي، إليك التعليق الآن حول ما يحدث من محاولات إيطالية للدخول لليبيا مجددا بشكل استعماري، ولكن تحت ملف الهجرة غير الشرعية. أم عمر أو أم علي من بنغازي، أم علي. طيب، هذه تفاعلاتكم بشكل عام، أشكركم جميعا على التفاعل. أعطوني إذا كان في، لأنه مكرر. حمادي ما شاء الله عليك، يعني مغطي على كل التعليقات. رمضان المنفي، الأبناء على درب الأجداد يطلان، ولن يتحقق أهدافكم من قبل الخونة من الليبيين. موضوع واضح، ويعني ما يتخالفوش فيه اثنين، يسيطر الجيش أو وتتأمن الحدود. هذا ما نحتاجه اليوم في هذا التوقيت، تأمين الحدود. إليك مهند من طرابلس، يعني الآن المواقف أصبحت واضحة من ناحية الاستعمار ومن ناحية الجيش ومن ناحية ما يحدث في الغرب الليبي، تفضل. والله تحياتي لك في البداية يا أخوي. نعم. تحيات المتابعين كلهم يتابعوا فيك. نعم. أنا برا نكلم تو أخوي إن مصبرات اللي يتكلم قال ما عاش فيه. أنا نقول له إحنا في طرابلس وعندنا عينة من موجودة مازال هجرة. نعم. مهند فصل الخط مع مهند. طيب، واضح فقدنا الاتصال بمهند. على كل حال، هذا الملف المهم، هذا الملف الكبير، هذا الملف الشاق، أتعب حكومات كثيرة في ليبيا، ولكن أصبح المد الكبير للهجرة غير الشرعية بشكل متواتر. نتحدث عن مئات الألوف سنويا أو عشرات الألوف تخرج من خلال قنوات معينة تتيحها أو تسيرها الميليشيات في غرب ليبيا وأيضا الجنوب الغربي. هنا نتحدث عن قضية أمن قومي. القيادة العامة كان لها موقف مهم وواضح وجلي، لم نشاهد هذا الموقف من هم موجودين في طرابلس للأسف، برغم أنهم هم يتحدثوا بأنه هو قائد أعلى للجيش وغيره، لكن لم يخرجوا بهذا البيان. هذا البيان لا يخرج إلا من القيادات الليبية الحقيقية الوطنية، فخرج البيان محذرا بأي تواجد عسكري في ليبيا. والحديث أيضا عن تصريح وزيرة الدفاع الإيطالية حول أطماعها في ليبيا. للحديث بقية، وهذا الملف لابد أن يفتح في حلقات قادمة مع جديد. إلى اللقاء.